نختبر اليوم نموذجا عرف بخاصية المتمرد كترجمة لاسمه الأصلي جيب رينيجيد. هذا النموذج تم تطويره في أمريكا وتصنيعه في إيطاليا، وسوف نرى ما ميزات هذه السيارة ومدى قوة جيب المصممة طبعا للمغامرات على الطرق الوعرة. النموذج الجديد من سيارة جيب الصغيرة له مميزات جديدة، ويتوفر على تجهيزات كثيرة ومحركات عديدة، ولأنها سيارة تصنع في إيطاليا تم توفير تكاليف النقل إلى أوروبا، ويمكن الحصول عليها بنسخة رياضية أو بتجهيزات مميزة، وهي متوفرة أيضا كتريل هوك سعرها حوالي 32,000 يورو. موديل تريل هوك بقوة 170 حصانا ويتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في 8.9 ثواني، وبسرعة قصوى قدرها 101 كيلومتر في الساعة. في الطرق الوعرة أثبت الإيطاليون أنهم ليسوا أقل شأنا من الأمريكيين، وهذا مؤشر جيد. يعتبر نموذج ويليز ام بي أقدم نموذج من جيب، ففي عام 1940 كان الجيش الأمريكي يبحث عن سيارة صغيرة للطرق الوعرة. Since 1941 كتبت بأحرف كبيرة داخل السيارة، لعل ذلك يضمن تاريخا طويلا للنسخة الإيطالية الحديثة. ولكن هل ستحقق النجاح كسابقتها؟ هناك العديد من التجهيزات التي تذكرنا بالسيارة المصنعة عام 41. في كثير من الأماكن يذكر نموذج رينيجيد بأول جيب، مثلا المقدمة المزودة بسبع فتحات للتهوية بوضعية عمودية. حرف إكس الصغير من رينيجيد يذكر بجالون البنزين الإضافي الذي تم تصميمه لجيب أنذاك. حرف إكس يظهر أيضا في المصابيح الخلفية، ومن يدقق جيدا فإنه سيرى مقدمة الماضي الكلاسيكية ظاهرة في المصابيح الخلفية. أقصى سعة لصندوق الأمتعة 1300 لتر. في الماضي كان الحيز الداخلي لجيب متواضعا، أما اليوم فالأمر اختلف، ومع ذلك لا يمكن الحديث هنا عن الرفاهية. جيب متوفرة بمحركي بنزين ومحركي ديزل بقوة تتراوح بين 110 و170 حصانا. ثمة خمس وضعيات قيادة على الطرق الوعرة. الوضعية الآلية مكنتني من المرور جيدا على الطرق الصعبة، ما يعني أن هناك خيارات مختلفة للتعامل مع هذه الطرق. السيارة رينيجيد متوفرة بالدفع الأمامي والرباعي، ويحتوي نظام سيلكتران على خصائص محددة للجليد والرمال والطين والأحجار، بينما تتمتع تريل هوك بخاصية حصرية تنشط وتدعم الكبح التفاوتي الخلفي بشكل يتيح المزيد من التحكم في السرعة على الطرق الصعبة. لم تواجه أولى سيارة جيب مشكلة مع الماء، لكن من الأفضل اليوم تجنب هذا. تتعامل الرينيجيد مع أكثر الطرق صعوبة، إذ تحتوي على أكثر من 20.5 سنتيمتر من النوابض بشكل يتيح السيطرة بسهولة على الطرق غير المستوية. وبفضل نظام التعليق المشدود اجتازت السيارة بنجاح أول اختبار قمنا به، لكن القيادة على الطرق الوعرة كانت الأكثر إثارة. تمثل الرحلات على الطرق الوعرة شيئا مميزا. لقد أقنعتني رينيجيد على الطرق الوعرة، لكنها أيضا مميزة على الطرق المستوية. رغم ذلك علينا أن نرى ما إمكانيات فيات 500 التي من المتوقع أن تكون أرخص سعرا وربما بنفس الكفاءة تقريبا. من لم يقتنع بعد بالجيب 2014 عليه أن يعلم أن أفضل أفلام الغرب الأمريكي تم إنتاجها أيضا في إيطاليا.